عنا صورة وهيك دايرة النعورة اليوم في عنا صورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة تعالوا شوفوا الخطة من الشام وهني دايرين شوفوا البنات التزيون نحن عنا مشاهدين بس خليها لبين ما سكر. ايه ما عادت محرزه. طيب خلص خلص يلا يلا جايه. مع السلامه. عمو انا رح اتركك اليوم بكير شوي. خير؟ طلعين نتعشى كلنا سوا. اي شو المناسبه؟ والله ما بعرف، قال خاله هيك قال، صرنا زمان ما طلعنا لبرا وهيك بدون اي مناسبه. والله يا الخال رايق، صحيح عقله ترس هيك مرات، بس ايام له قراته. الله يخلينا اياك يا عمو. يلا عمو بتطلع بتعشى معنا؟ الله يخلي لي اياكي، والله ما بقدر لسه بكير على ما اسكر. روحوا روحوا انتوا ان شاء الله بتنبسطوا. يلا باي. رغم اني والله مشتهي ايه بس مو مناسبه. شلون بيشوف ابلر مطعم مثل ما وعدت ام يوقف؟ ديكور هالمطعم حلو كتير لانه على الطراز العربي القديم. فهمت يا فندم. والاهم من هيك انه اكلاته طيبين. المهم خدمته وحلوياته بس ديكورات. ايه خالو ما قلت لي شو المناسبه؟ خالو ان شاء الله ان شاء الله تصفيه اوقاف خلال واحد اسبوع يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله، بلكي الله ببحبها علينا كلياتنا ان شاء الله. فاذا اخي خلينا نطلب على كيفنا. هيدا يا فندم. يلا من زينا بدا شيء ناصر شيء اي خدمه؟ يوخ فندم كله تمام كله موجود اكل حبيبي. هي بشوفي شغلك حبيبي ان شاء الله صفينا. شكرا شكرا لك يا مولاي. كله فندم كله كله. لك يا اخي اسمع، لك اسمع، لك اسمع 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 شوي قبل ما تعصب شبك. اي اسمع شوي، امبارح ثلاث مرات عم تقول لك زدت لي كبه، بتزدت لي ديناري؟ ايه زدت لي ديناري. لا اخي صار. لا حول ولا قوه الا بالله، اخي مثل ما بدك. ايه تصطفل، الله معك، الله معك. بس صار. شو بدك انت الثاني؟ قوم شوف يلي بتدور عليها من زمان. عن جد عم تحكي؟ قوم شوف بعينك. يعني بتستاهل اترك المكتب وانزل؟ معلمي قوم وما بتندم. انزل قدامي انزل. اتكلنا على الله. يا اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم. هي اول مره بتشرفونا بالمطعم ما هيك؟ يا اهلا وسهلا، كيف لقيتوا الاكل؟ ان شاء الله كويس، الخدمه ممتازه، في شيء حبيتوه في شيء ما حبيتوه؟ يعني نحن ما غريب يا فندم، انت بلع ماكينه كلام؟ شغلتنا افندم شغلتنا، ولو محسوبك حسن بازاري مدير المشروع وشريك فيه كمان ويعني مسؤول عن كل شيء شايفه بعينك. الاكل طيب والخدمه ممتازه وان شاء الله الف مبروك وايه الرزق. مثل ما قالت اختي فعلا الاكل كلياته طيب وظريف. شكرا حبيبه قلبي. افندم في تعليق على اي شيء؟ انا حاضر لكل شيء بالمناسبه وانتوا امروا بس. لا شكرا كثير. طيب والآنسة ما سمعنا رأيها؟ لا شيء ظريف كتير يعطيكم العافية. يعني عفوا بس نحن كتير بيهمنا رأيك مدام. فعلا هذا آنسة، هذا دكتورة حكمت بنت أختي يا فندم. عفوا عفوا فعلا عفوا كتير آنسة دكتورة حكمت، يعني أنا بعتذر منكم جميعا فعلا، بس اللي ما بيعرفك بيجهلك. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا دكتورة، أهلا وسهلا. لا بسيطة أستاذ. حسن، حسن بازاري، أنا دوما بالخدمة وإذا في أي شيء أمره أنا جاهز. شكرا كثير. أهلا وسهلا ولو. لا شكرا شكرا تسلم. أهلا
يسلم لي ربك. هي شلون ما بعد ممتاز. اسمعني منيح شو بدي اقول لك. بتروح بتشوف لي الحجز بسمين وبتحاول تدبر لي رقم التليفون بمعرفتك. ها يا مرحبا عليك. تمام علينا. وشوف اوعى تنزلهم الفاتورة على الطاولة، بس يخلصوا اكل بتنزلهم جات فواكه وتبعت لي الفاتورة على المكتب. يا مرحبا عليك. يلا شوف شو عليك. افندم انا هلا بيرجع. لوين رايح اخي؟ بريد اشوف هذا مدير محل بيشوف ايش كان بيريد مني يا فندم. ايه روح اخي الله معك. الله معك. يا اهلا وسهلا بالاستاذ نشأت. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بالاستاذ نشأت باشا. خير حسن افندم. اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. شكرا لك. تفضل تفضل. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا حليت علينا البركه. يا اهلا وسهلا ان شاء الله انبسطتوا وتمتعتوا انت والعائله الكريمه عندنا بهالمشروع. يا بيت افندم انبسطتوا انا بعائلتي. الحمد لله الحمد لله كله تمام يا افندم. فقط فاتورتنا ردا. لا الله يخليك. لو سمحت استاذ نشأت باشا يعني انا كثير بتضايق بهالموضوع. ليش حسن افندم؟ لو سمحت ما تحرجني. يعني انا بدي اقول لك شغله، في عندي سر بهالمشروع بيعجبك كثير. سر افندم؟ في مشروع؟ ايش مشروع افندم؟ كل هذا الموقع افندم واللي شايفه قدامك مو بس مطعم. تخيل افندم في عنا مسبح صيفي وشتوي، يعني بامكانك افندم تسبح بالصيف وتسبح بالشتاء. وبالاضافه انه عنا مجموعه من الملاعب، ملاعب رياضيه، يعني شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك افندم مشروع الحقيقه متكامل من الالف الى الياء. كوزال افندم شو كوزال؟ الله بيوفق. وأنا أفندم وأعوذ بالله من كلمة أنا واحد من مجموعة تجار مولوا هذا المشروع. مباركات أفندم غيره. وفي عنا نشأة أفندم فرع للتسلية أيضا، يعني معلومك أنا وإنت وغيرنا أحيانا بحب يضيع وقته ويستريح ويريح مخه. إيش مقصود أفندم؟ أفندم في عنا صالون فخم نلعب فيه ورق أحيانا، وأحيانا نلعب فيه طاولة، وأحيانا أحيانا إيش أفندم؟ قمار. أعوذ بالله أعوذ بالله أفندم. نحن مستحيل نلعب قمار. صحيح نلعب ورق ونلعب طاولة ونلعب زهر ونلعب مجموعة من الألعاب، ولكن أبدا مو مشان المصاري. لكن مشان إيش؟ تسلية نشأة باشا تسلية. ولو يعني ممكن نلعب على إبريق شاي على عشاء. يعني يعني كمان قمار أفندم؟ فاتورتنا ردا. أبد الفاتورة نشأة بيش نشأة باشا. خليك يفتح مثلي أفندم. لا تواخذني. ليش إيش إيش لا تواخذني الله يكرمك. بس بدي اطلب منك طلب. ايش من طلب افندم؟ في مجال اطلب منك يد الانسه المحترمه حكمه افندم. يا سلام، اذا الاكل كل هلا طيب اعتب كبير على نشأة بيك لانه ما عزمني. المهم يا عمو في احتمال يكون عريس جديد من ورا هالمشوار. ايه بس ما يطلع فافوش مثل غيره. اخ يا عمو شو بده يحكي الواحد ليحكي. ايه ستي لسه ما اجى النصيب، لما بيجي النصيب ما بتلاقي فيه لقلي. عمو صاير عم تحكي مثل امي. مو هيك بيحكوا لك بنتين؟ هيك بيحكوا لحتى يكسروا على البنت. لك يا ستي وهيك بيحكوا كمان على الشاب. المهم ما قلتي لي هذا الشاب جديد العريس جديد مين هو؟ يا سيدي واحد من اصحاب المطاعم. ايه ما فهمت، طويل قصير نحيف عريض شو لون عيونه شو؟ والله شغله بتهمني المواصفات، انا بتهمني شغله واحده بس يكون مزبوط هون. والله صح والله صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. امور اخي كيفك دكتورة؟ اهلا وسهلا استاذ حسن تفضل. يعني هيك ان شاء الله ما نكون قصرنا معكم امبارح. ها بدي اياكم تعيدوها. ترى والله 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 المحل حسابي. يا سيدي ان شاء الله بيسلم المحل وان شاء الله بيسلم اصحابه. الله يسلمك. عم عاصم السيد حسن مدير المشروع السياحي اللي حكيت لك عنه. تشرفنا تشرفنا. اهلا وسهلا. عم عاصم صديق والدي الله يرحمه بمكانه والدي عندي. اهلا 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 وسهلا. اهلين استاذ عاصم. محسوبك حسن بازاري. بازاري؟ ايوه. بالاذن بالاذن. تفضل تفضل. عفوا دكتورة يعني ولو بتسمحي لي. تفضلي تفضلي. لا تفضل. لا عن جد والله لا تتفضلي. تفضل. أنا بس إذا بتسمحي لي آخذ من وقتك بس فقط يعني شي تسع دقائق إذا بتريدي. تفضل. كنت مبارح حكيت مع الأستاذ نشأت إنه مشان. إي نعم نعم خبرني بطلبك. تفضل. خبرك طلبي؟ إي. يا سلام. يا سلام. فعلا يا سلام. الحقيقة دكتورة أنا فعلا فعلا يعني هلا زاد إعجابي فيكي جدا.
امبارح بتصدقي انا وشايفك هيك قاعده بحضورك العظيم فعلا حسيت في شيء بقلبي عم يدغدغني من جوا ومن الجذور حقيقه. يعني المهم دكتوره شو قلتي؟ ارجوكي ارجوكي لا تتسرعي نهائيا. الحقيقه انا انسان صريح بامكانك تسالي علي كل يعني بامكانك تسالي علي كلهم بيقولوا لك اني انا انسان نظيف كثير ومثل الصفحه البيضاء. طيب طول بالك وخليني احكي شوي. تفضلي تفضلي يعني بس بس شو عمو عاصم مثل والدي قلت لك عظيم. فاذا انا اكل عفوا بس الو ايوه هلا يعني ضروري كثير. طيب خلص يلا مسافة الطريق بكون عندكم. مع السلامة. خير إن شاء الله يعني لا خير عم عاصم أنا آسفة بس النقابة بتسوين اجتماع ضروري ولازم أحضره. أستاذ حسن أنا آسفة يعني يلا بالإذن. ولا يهمك الله معك. عفوا بس يعني انتظر. مع السلامة دكتورة. تفضل خذ راحتك. إيه شو عليه؟ وهي قاعدة تسمح لي رح لعبك لعبة صغيرة كتير غريبة شوي بس حلوة كتير. تفضل شوي تفضل. شو هاد استاذ؟ نحن بحل باب رزق هذا. ليش شو شايفنا عم نعمل؟ بالهول يعني هي لعبة صغيرة كتير ما في داعي بنوبة خاف. تفضل استاذ عاصم تفضل استاذ ولا يهمك تفضل. بدي اياك استاذ عاصم تحفظ لي اياها كثير منيح الورقه. ها ركز معي حفظتها؟ ها شو ذا؟ لحظه شوي ليه؟ لحظه ايه معقول؟ والله هي هي لكن هي هي لك كيف عرفت؟ عندي اياها مره ثانيه؟ لا هي مره واحده بس رح لعبك لعبة تانية أحلى بشوي. عملي إيدك هيك. واو معقولة؟ وبالصيدلية؟ يخرب بيته، أنت إيش احكي يا فندم؟ مثل ما قلت لك خالو أنا تركت الصيدلية وهو حط عمو عاصم وقعد يلعبه بالورق قلقلة. معقول عاصم كبره ودلقه يقلل عقله ويقعد يلعب معه ورق بالصيدلية؟ أنا قالت هذا قمارجي يا فندم. طيب خالو شو بدك تجاوبه مشان حكمت؟ من جهتنا نحن؟ والله ما حبيته لكن هذا امر بقرر حكمة يا فندم فعجلت خالو يعني نختصر الطريق علينا مو هيك قصدك خالو؟ انا رايي نعطيه فرصه يعني مثله مثل غيره. سوس فيلن بكير عليك احكي مثل هذا حكي. حاضر يا فندم. الو مين؟ ايه لحظه شوي خالو هاتف إلك. مين أفندي؟ حسن أفندي بازاري أفندي. ألو إيفيت أنا نشأت بيك. أهلاً حسن. إيش أفندي؟ هلا بيسني بير دقة فقط بير دقة بيسن. طيب بيرون هذا حسن أفندم احكي على ديب بجهزي قديم حسن بيعمل زيارة أنا داري بس نحن ملنا مستعدين لاستقباله أفندم هذا واحد شيطان ملعون يعني بيقول إنه قريب من بيت مسافة 5 دقائق بس هذا ملعون أفندم كان تحكي من عند باب في موبايل أفندم ماما خلي خالك يقابله وأنا وأنت خلينا نروح نبدل ثيابنا وأنت يا أمل روح افتحي الباب يلا السلام عليكم خال. وعليكم السلام يا فندم. اهلا وسهلا. الله يخليك شكرا. الدكتوره موجوده باذن الله. موجوده يا فندم موجوده لكن جنابك اجت مفاجاه من غير موعد يا فندم. بلا مؤاخذه يعني لشو الموعد خال يعني نحن باذن الله رح نصير قريبا مثل الاهل واكثر ولو
يعني ما بدنا نتشرف بشفت الدكتورة؟ نتشرف يا فندم، رح نتشرف. هلا بيجي دكتورة. يلا ويرونا فندم. تفضل 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 تفضل. أهلين بالخال. إن شاء الله بإذن الله قريبا رح بنادي لك عمو. لو تفضل تفضل تفضل، ما بصير. أهلا وسهلا فيك. أهلين بالخال. أهلين بالخال. خال شو رأيك يعني بس بين ما تجي الدكتورة رح بلعبك لعبة صغيرة كتير اسمها لعبة ثلاث كبريت، شو رأيك؟ هي تنتين، شو علي ناقصنا وحدة؟ نقي لك وحدة خال. شو علي؟ هي وحدة. اها اها وهي تلتين. برافو. ايوه يلا يلا يا شاطرة يلا تحت لعندي. ايوه ها ها روحي عند خال روحي. ها شلوني معك خال؟ بعيد يا فندم بعيد، انت اخذتيني في تكوكة. لا خال معلش، هاي الحريفة ما بيلعبوها غير مرة واحدة بس، رح لعبك لعبة أحلى بكتير. لعبة ورق. ركز معي خال ها. وهي عم تخربط الورق ها. 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 تمام؟ إيه تمام. ها ها. شيل هدول حطهم هون. شيل حط هون. ايوه يا عيني عليك، شيل نص هدول حطهم هون. نص هدول حط هون. ونص هدول حطهم هون. هدول نص هدول حط هون. ورقة من هون لهون. من هون لهون يا فندم. ايوه نفوخ عليها خال. خدها لهون. خدها لهون. ايوه حط لي هاي هون. هاتي هون. هاي بلا نفخة خال، حط هاي هون. هلا أنا رح أنفخ عليهم. شوف خال. شلونك معي خال؟ أنت مضحك شيطان شيطان. لا يا خال أنت قمرجي يا فندم. أنا حريف خال حريف، رح لعبك لعبة تانية خال. ركز معي ها. الله يسامحك الله يسامحك. شوف ها. شوف خال. شوف ركز معي. نقي وحدة نقي وحدة نقي وحدة من هون. ايوه احفظها منيح خال احفظها منيح ها. حفظتها؟ تمام كله تمام ها. يلا وينها؟ وينها خال؟ فندم كانت هون. لك وينها؟ انا انت حطيتها هون. اها ايوه لقيناها. ما غريبة فندم. شو خال؟ اهلا وسهلا بالدكتورة، اهلا وسهلا بالدكتورة. شو هاد؟ شو عم تعملوا؟ تعي بشوف يا فندم تعي، هذا فحت بهلوان. عم نسلي الباشا شوي يعني بين ما تجي بنشوفك. يا سيدي وهي اجيت، شو بدك تلعبنا؟ أي شيء بدك يا دكتورة، أي شيء، ترنيب، بوكر، مكشوف أو مستور، أبو الفول، يلي بدك يا بلعبك. أي لعبة سحر من عندك؟ كمان لعبكم بالشدة يخرب بيته، بفوت بالواحد مثل السوس، لعب لي إلي كمان. خيلوا لخالي بلعبة الكبريتين. المهم، شلون شفتي دكتورة؟ يا عمو نكتة. نكتة ونهفة، بس وافقتي له على طلب إيدي؟ ليش خلاني أحكي كلمة ما بيخلي حدا يحكي، يا بيحكي هو يا بيلعب له بشي لعبة. أنا برأيي نسأل عنه. إيه بس أنا ما وافقت عليه لحتى تسأل عنه. هيك بدي أسأل عنه من باب الفضول. خلص مثل ما بدك عمو، بس أنا برأيي لا تعذب حالك. ذكريني دكتورة، شو كانت كنيته؟ بازاراني بارز بارزاني بازاري عمو بازاري. يعني شرشوح عمو. بازاري جاي من كلمة بازار يعني سوق. ابن سوق. وقت اللي قالوا عني كل العالم من ابن حلال ما حدا كذب خبر. عم تحكوا علي ما هيك؟ والله صحيح انك ابن حلال. ها لقلك عليك تطالع الشدة؟ لا 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 ولا يهمك، انا اصلا ما في معي غير 9 دقايق بس. بس هو انا اولا جاي اعزمك انت والخال على سهرة شي فوق فوق فوق. انا والخال؟ ايه شو علي؟ يعني وهي فرصة؟ فرصة لشو؟ من هلا عم اقول لك لعب ما في. لك شو شو في دكتورة طالع لي؟
ايه دكتورة، انت شو عندك هلا؟ شو رأيك نروح نتغدى سوا؟ هيك طم غم؟ لا طم ولا غم، معلش لا طم ولا غم بنوب. وبالنسبة للتسع دقايق ما تفكري فيهم بنوب، يعني مثل ما قال الشاعر المصري هو ده زمن العجايب. فخدي وقتك وخدي راحتك وأنا منتظركم. خز العين عنك شو أنك حلوة. أنا فعلا أمي كانت رضياني علي. طول بالك لسه ما صار شي. ما صار شي؟ صار كل شي. بكفي انك قاعدة معي هون، عفوا قاعد معك هون لحتى حس في شي هيك الحقيقة جواتي، يعني مثل مفاعل نووي عم يعطيني طاقة قد القنبلة الذرية. ايه استاذ حسن حكي لي عنك شوي هلا. بليز الله يستر على عرضك، هي كلمة استاذ ما بحبها نهائيا. بتعرف ليش؟ يعني بصراحة أنا شغيلة عندي بالمحل، بحس هون عم يضحكوا علي لما بيقولوا لي أستاذ. طيب خلص رح أقول لك حسون. لا صعبة شوي. لا مو صعبة، حسون. طيب حسون. أي حكون. حسن هلا احكي لي عنك شوي باختصار. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي. يعني أنا معروف عني بصراحة إنه اللي بقلبي على لساني، وإني أنا إنسان نظيف جدا وصريح وواقعي. بقى شو بدك بهالعي؟ عاي شو هاد؟ خير خير. شو في؟ شو؟ شو شو؟ شو؟ معقولة أنت؟ وين كنتي مخبيتيها هاي؟ لك أنت ما بدك تهدى شوي لحتى نعرف نحكي؟ طيب أمرك هدينا. شوفي هاي ايدي التنتين ما فيهم شي. لك مو معقول انت كيف عملت هيك؟ لقلك بقى شوفي هاي، نقي اي ورقة. نشآت انت مطول هون، اليوم ما عندك شغل؟ صارت الدنيا الظهر. يو قبلة انا اليوم مش اطلع، انا بقعد لك هون. ايه قوم لكان بدي خلص شغل. قبلة انت ايش بيريد بطعم اليوم؟ اليوم يا عزيزي طبخة ملوخية، شو رأيك؟ اوه يا سلام، اذا بيعطي شوي توم مشان بفصفص لك قبلة. ايه قوم معي على المطبخ لكان، ان شاء الله بدك تفصفص التوم هون كمان. بنحازري من فندم في مطبخ انا؟ يلا. يعني في مطبخ انا. الله يرحم ابوك وامك، كان لازم يسموا اسمك جمال باشا. جمال باشا؟ ليش بقى؟ لانه لما صارت كبير مثلك صارت اسمه جمال باشا سفاح فندم. اما غريبة فندم. ايوه ها ها شلوني معكم؟ اها خليها معك هي. حسن حسن ايه صار لازم امشي. ايه شو علي ليش لا؟ شباب لا تواخذونا، نحن فعلا مضطرين نمشي، بس على كل حال اللي بيحب يشوف اكثر من هيك بيجي لعنا على منتجع الاحمر السياحي. اوكي ايه سيدي قديش حسابك معنا؟ 150 ليره. طيب رح لعبك طره ولا ناش؟ اذا حذرت بعطيك اياهم 300، واذا ما حذرت اخي هي 200. انا رايح. شو عليه؟ ما في مشكله، مع انه مالك حق. شو هاد؟ انا اسف كثير بس ما بعرف كيف فاتت لجيبتي. يلا سلام شباب. وين يا حذرك؟ وينها؟ هون. ايوه خفندم. حبتون في هذا الفنجان. إيه لا مو معقول. طيب عيد لشو؟ كيف مو معقول يا فندم؟ بيطلع منيح بيشوفي. أي حبتون يا حزرك؟ يا سيدي راح تكون هون. مزبوط حكمت على الأرض. فالله أنت ما حد قمرشي يا فندم.
شو ماما وين الأكل؟ الأكل؟ ليش قديش الساعة صارت؟ قولي علي الملوخية بتكون احترقت وراي نشأت. شو صاير بالدنيا؟ فوت فوتك عاصم بيك. الحمد لله. شلون؟ تمام؟ الحقيقة انتفخت من زمان ما أكلت بستقيل. الله يهديك يا ابني، إن شاء الله نعرف ننام الليلة. بكير على النوم، جيب لنا كاستين شاي يا ابني. هذا المعنى لسه قدامك سارة صباحية، والله راحت على الخال والله. ليش في شي مسرح كباريه هون بيعبكم بالمشروع؟ لا عاصم بيك ما في كباريه، بس في تسالي، لعب ورا شدة، يعني هيك شي. يا سيدي أنا مالي هون بنوب من كام سنة لا لعبت شدة ولا مسكت زهر. إيه وغير الروتين شو عليه؟ بعدين بتحس حالك كبرت وعجزت؟ ها اسمع مني، كبرت كبرت بس عجزت لا. حطهم يا ابني حطهم. بدي لعبك دق طاولة. خد لي هدول معك. ها تاخذ الابيض ولا الاسود؟ كيفك حسون؟ اهلين ابو سمره، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، عود تفضل. كملت الشله؟ شو مالك جاي؟ بلا لك بس صحيح بعرفك على عمي عاصم بيك، وهون أخي وحبيب قلبي سامر، روح الروح ها، وزبون مداوم عنا بالمشروع. شرفنا عم. أهلين عمو. إيه سيدي، دايما على تسقية وأنتوا شوفوا شغلكم، ها؟ لا والله عاصم بيك ما بتخطي، أنا وعدتك إنه نسهر لازم نسهر الليلة ولو. يا سيد حسن أرجوك تعفيني من هالقصة. محبوسة ولا مغربية؟ لا إله إلا الله. عمو بدك تلعب يعني بدك تلعب. لك يا سيدي البيت حتى بده يكون قد التحدي، مع احترامي الشديد للعم. هلا عن جد عم تحكي؟ ايه سيدي، شو رايك برتي اما الان؟ والله ما بعرف يعني، بس اذا بدك تخسر من هلا عمل لك خسران سلف انت. ها قوم ورجيني شطارتك لشو. قوم تفضل حكي عمو عاصم عن جد؟ يا ستي قمر جي من الدرجة الأولى، امبارح على عملة هيك خلصوا لرفيقه كومة مصاري. طيب لحظة، لا تكون الشغلة كلها تمثيلية قدامك، لأنه هذا حسن كتير بحب الاستعراض والمظاهر. بجوز، بس هذا اللي صار. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، أهلين نشأت بيك. أهلين خالو. ليش ما اجيت امبارح على السهرة؟ راحت عليك. آخ مزاج يا فندم مزاج، ما كانت رايق. ليش مسألتي الأوقاف لساتها معصل جمعك خالو؟ إيفيت خالو إيفيت، لكن معليش امبارح راحت عليك لعبه بتطير العقل. عم قلها للدكتوره. كشتبان وسيجارات ام ثلاث ورقات؟ لا كشتبان ولا ثلاث ورقات، برتيه زهر ندف منها حسن كذا الف. الشك وكل الشك، والله هذا فحت قمارجي يا فندم. ليش عم تسايروا لك؟ فينا انت ما شافت كيف لسانه في حلق ما بيفوت؟ فحت مش الحق احكي بير كلام دغري هو بيشلش. الحق معك، لأنه مبارح ما عرفت إمتى صارت الساعة واحدة. شو هالحكي وداد؟ مثل ما عم قلك طلع أمرجي. يا لطيف، كله ولا هالشغلة. شو ناوية تعملي لك أختي؟ مل قلبي مل قلبي يا سعاد، مل قلبي. يعملوا اللي بدهم يعملوا، لا رح يكون أول خطيب ولا آخر خطيب. هي على قامتي عليكي، لو كان نصاب فقير شحاد كله بينهضم، بس أمار أمرجي؟ عن جد عم تحكي؟ هلأ هيك سمعتهم بالبيت عم يحكوا. يا حبيبي هذا اللي كان ناقص، واحد بتاع جلا جلا. بس بتعرف وقت يلي زارنا عن جد عمل جو، يعني لعبة من هون سحر من هونيك طارت السهرة كلها. حكمت مبسوطة فيه؟ يعني حكمت مبسوطة بقرقته، أما كعريس ما بظن ولا كأنه طالب حدا. وشو قلتي لي اسمه؟ حسن بازاري. بازاري؟ ايه بازاري. وبدك حكمة تتجوز واحد بازاري؟ إيه هي نخب أول ما عم يمشي حاله معه. رفيق عيب هالحكي، الاسم لا بيقدم ولا بيأخر. ايه عم بمزح ولو، بس ما جاوبتيني، حكمة قبلاني فيه؟ يعني لسا تحت الاختبار. ايوه معناته مثل العادي، عريسنا بيمر بثلاث مراحل، معرفة اختبار رفض، وعريسنا هلأ بالمرحلة الثانية. ايه نعم،
بس باينتا يا رفيق هالمرحلة كتير كتير قصيرة. لك عارفين عليه بركي هيك متعلم لنا شي لعبة قلقلة. ومشان شو؟ على مين بدك تساوي قلقلة؟ على كلنا خلينا نمشي، تأخرنا على المحاضرة. يلا يلا. شكرا طلحات. بس اللي عليك. شو وين؟ أهلين. أهلين، كيفك ديما؟ تمام الحمد لله. شو حضرة الملائكة وهربت الشياطين؟ شوف مين عم يحكي، خذوا طاولتنا شرفوا. يلا باي باي باي. طيب وناوية تكملي معه؟ ليش بلشت معه لحتى كمل معه؟ كل اللي شفته مرتين. هلا مرتين ولا ثلاثة، المهم انك تخصميه بسرعة. بس بدك الصراحة ديما، والله مهضوم. حكمتان شو عم تحكي؟ شو عم احكي؟ عم بحكي عن الشيء اللي شفته بس. يا شيء غير. سلامات يا جماعة. حسن؟ لك شو جابك لهون؟ جاي اشوفك. شو عرفك اني هون؟ ولو رحت على الصيدلية وقابلت الأخ عاصم، قال لي إنك طلعتي أنت ورفيقتك اللي لسه ما عرفتيني عليها تشربوا فنجان قهوة. يعني صبيتين حلوين مثل القمر. وين بدهم يروحوا يشربوا فنجان قهوة؟ إيه في 100 محل بينشرب فيه فنجان قهوة. إيه ومين قال لك إني ما درت عليهم كلهم؟ بعدين أنت مفكرة حالك قليلة؟ على كل حال بتمنى إنك ما تنسي إنه كنا هون أنا وياكي سوا. مرحبا يا أنسة. أهلين. دكتورة ديما رفيقتي، الأستاذ حسن. بازاري، حسن بازاري، خطيب الآنسة والدكتورة حكمت. تشرفنا. أستاذ حسن نحن لسه ما خطبنا وبعتقد. ولو. على كل حال دكتورة أنا جبت لك هدية متواضعة بتمنى إنك تقبليها مني. لك شنطايتي. لحظة شوي، إذا بتريد. تفضلي. أي وشو المناسبة؟ بدون أي مناسبة. ما نحن يعني بإذن الله رح نصير أهل. إي رح بنصير. تفضل. إذا سمحت شاي. أنا لا ما بشرب شاي، لو سمحت عصير كيوي إذا بتريد. ديما شاي؟ شاي. شاي إذا سمحت. مثل ما قلت لك، نحن لسه ما صرنا أهل. امبارح تحديداً ربحت صفقة محرزة جداً، وهذا كله على وشك الحلو. دكتورة من شان الله. ما تكسفيني، اقبلي مني. احكي لك شي كلمة دكتورة ديما. آسفة، مضطرة أكسفك، خليها معك وبعدين بنحكي. مثل ما بدك دكتورة، باعتبار إنه أنا وياكي واحد، رح خليها معي. خليها معك، صار لازم نمشي. يلا ديما. لا لا تمشوا، وين تمشوا؟ لحظة شوي إذا بتريدوا، في عندي لعبة جديدة بتمنى إنكم تشوفوها. شايفة هاي الورقة أنسة ديما؟ ايه. وهي رح خربت ببطء مشان ما تشكوا فيه. أنسة ديما بدك هدول ولا هدول؟ هدول. هدول. بدك هي ولا هي؟ هي. هي. يه والله شلون عملتها؟ عيد عيدة مرة تانية. لا ما بعيد، رح لعبك لعبة أحلى من هي، جديدة. تشربوا شيء؟ لا ماما لا، مو معقول هالحكي. معقول حدا بيمسح غبرة بالليل؟ نفسي مون عيني يا حكمة يا بنت وداد، شوفك بكرة ببيتك. إلهي يكون بعونه يا رب، إلهي. هلأ وينه خالد نشأت؟ خالد نشأت راح يسأل على العريس الهنا. حسن؟ يو ليش في غيره؟ لا في غيره ولا شيء، بس والله حرام يعذب حاله ويسأل. حكمة جوابك هذا له معنيين، بأني واحد منهم بتقصدي؟ ماما شوفي اللي انت بريحك وبكون انا قاصدته. يو معقول كون قبلت فيه؟ سلامات عم عصيب. اهلا استاذ حسن، تفضل. شو وحدك؟ ايه والله خير ان شاء الله. لا بإذن الله خير. إلك ولا للديب؟ كانوا يقولوا خس الديب، بس عمي لك بهالايام كثير من الناس عم تتركها للديب. يا سيدي قولوا اللي بدهم يقولوه، شو بدنا فيهم عم؟ عم يعني هي خدمة صغيرة هالقد قد راس الدبوس لابن اخوك الصغير حسن. خير؟ طلعلي هون معيتك. كله خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد لك ابني؟ شو هاد لك ابني؟ بابا هذا عقد بيع، يعني أنا البايع وأنت الشاري. ايه وشو اللي بعناه واشتريناه أنا وياك سيدو؟ عم يسلم لي قلبك، لك يسلم لي هالوش،
لا تبرد علي الله يخليك، يعني عم بقول لك خدمة صغيرة لابن أخوك الصغير. أخي لا تأخذني بالعبطة، فهمني بالعربي المؤشر. لا إله إلا الله العلي العظيم. عمو باختصار شديد، باختصار شديد، أنا مستحق علي كم ديالية صغيرة بهاليومين وما معي سددها. إيه وممكن يوقعوا علي حكم ظالم، الله وكيلك ظالم، ويحجزوا على حصتي بالمشروع. خابص لك شي خبصنا. عمو منشان هيك أنا بايعك حصتي بالمشروع، يعني أنا البايع وأنت الشاري، يعني ببساطة أنقصتني من الحجز. يا سلام، وبهيك حالي إذا ما عندك تسدد ما بيحبسوك لك ابني؟ الله يسامحك يا عمو، الله يسامحك، ولو المدين لا يحبس. آه بس هذا لا يعتبر تزوير قدام المحاكم. يا عمو الله يخلي لنا إياك، أنت ليش كتير عم تعقدها؟ ليش كتير عم تعقدها؟ يا عمو فهم علي الله يخليك، لا في محاكم ولا هم يحزنون، كل الشغلة كسب وقت بس لبين ما دبر لي تصريفي وخلاص. ها كفى الله المؤمنين شر القتال. كفى الله المؤمنين شر القتال لما شر القمار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هيك بمجرد وقعت لك إني اشتريت بينتهي الموضوع؟ يعني ما في قوانين، ما في محاكم، ما في محامين؟ عم والله وكيلك أنت رح بتزعلني منك. ها رح بتزعلني منك على الرسمي. عمو شوف أنا ما عم أطلب منك هالتوقيع إلا بعد ما استشرت محامي وازن بهالبلد عم، وبيفك مشلوم مثل ما عم قلك، ورفيقي رفيقي من روح للروح. لا إذا هيك خليني لفكر. يا عمو يعني أنا شو عم أطلب منك؟ أنت رح توقع يعني ما رح تدفع شي؟ تعال ورجيك، تعال ورجيك. شوف عمو إذا بتنتبه تماما لتفاصيل هذا العقد القانونية تماما تتأكد إني أنا معترف إني قبضت منك كامل حقي، يعني ما بدها تفكير بنوب. لا هيك تعاقد نظامي. لك هنشو عم نلعب عمو؟ لا حاشا لا، انت ما بتلعب الا بالورق. الله يسامحك يا عم. يلا بسم الله تجلنا توقيعك هون معيدك هون. ها قول الله، قول الله يا رب. يلا يا رب. يلا يلا يا عيني عليك، يسلموا لي هديات. لك يسلموا لي هديات. عمو اماني يستر على عرضك، ما بدي حدا يدري بهذا الموضوع. الله يخليك بتفضحني. ها استاذ حسن لك اترك لي شي نسخه من العقد. ايه شو علي شو علي عمي، نحن وضعنا سليم 100%. الله يخليك. واه هاي نسختك خليها عندك، انا موقعها ومجهز لك اياها، وقعها انت واحتفظ فيها. السلام عليكم. الله معك. شو عم تحكي دينا عن جد؟ ايه ما عم قلك هذا حسن بازاري غاطس بالمشاكل لقرائط أدنيه. ايه ما هو واضح. شو جديد يعني؟ لا حبيبتي الجديد انه المشاكل تبعه وصلانه لقصص رفع دعاوي ومحاكم. اف لهالدرجه؟ ايه واكثر. يقبر قلبي عمر، انا عم قله على السيره، عم قال لي كاني سمعان بهالاسم من قبل. ايه ايه شو ايه؟ عم رفع السماعه ودق لرفيقه المحامي، قام طلع الاخ له قضباره طويله عريضه بالعدليه. اف لك هذا بس بدي افهم، شلون مدير عام لمشروع سياحي وعضو بمجلس اداره وعليك كل هالبلاوي؟ إيه انا اللي بدي افهمه انه انت مو عايشه بهالدنيا، بتعرفي المثل اللي بيقول من برا رخام ومن جوا. خليني ساكته. مؤكد حضرات انت بيحكي على بازاري مش هيك؟ ما تبلى هالطله يا خال. اي والله مزبوط، عم نحكي على حسن البازاري مع غيره. فيت افندم، هذا افندم لما نحن كانت صغار في حارات افندم كانت في واحد اسمه ابو حلق بيعزقلي افندم، هذا بيصير خاله تبع حسن. والله يا خالو صدق المثل اللي بيقول الولد ان مال تلتين لخاله افندم. عفارم حكمل عفارم طلع ذكي مثل خاله افندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. امر جنابك عاصم عبد الجليل؟ اي نعم خير. خير ان شاء الله، في معي تبليغ لجنابك. تبليغ شو؟ تبليغ حضورك القصر العدلي، محكمة القصر العدلي ومحكمة كمان؟ ايه سيدو، لكان شو بدك كان يبلغك؟ ربحان ورد يا نصيب؟ يطول بالك علي، عليم الله بحياتي لا فتت محكمة ولا حتى مخفر شرطة. ايه عيش كثير بتشوف كثير، وهي فرصة لتفوت على المحكمة، تفضل وقع لي هون. يعني هلا ما بصير تقلي ليش بالمحاكمة؟ والله مالي عامل شيء. عمي أنا لا لي محقق ولا حتى قاضي، أنا محضر
إذا كل ما بدي بلغ مطلوب لمحاكمته أقعد أشرح له ما بخلص. هلأ بدك تتبلغ وتوقع ولا رافض التبليغ؟ روق لي شوي. هلأ بيني وبينك إذا أجيت وما لقيتني يعني ما شفتك ولا شفتني شو بصير؟ الله يطولك يا روح، ابتم بروحه بجي لحتى بلغك، وإذا ما لقيتك بتجيبك الشرطة موجودة. هلأ ما في عندك شغلة أخف؟ بتريد ألزلك إياها على الواجهة وبهيك حالة بكون تبلغت وما فيك تشيلها؟ لك لا، شو تلزقها؟ شو تلزقها؟ هات هات لشوف وين بدك وقتها؟ هون. تفضل، راها على مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كتر خيرك. كلمات مؤلف من 5 حروف. أول حرف ن ن نامر مهنر. يوقف أنت بيوق، هذا كلمات 3 حروف، نحن بريد 5 حروف. ألو، خوش قلدينز عاصمة فندي، خير؟ الله يخلي لنا ياك يا خال، بدنا خدمة صغيرة منك أفندم. بيقول عاصمة فندي، بيقول بكرة بدي أغيب شي ساعتين عن الصيدلية، عندي شغلة ضرورية، بقى الله يخلي لنا ياك، بدي ياك تقعد محلي. فيلن ليش ما بيقولي لحكمة يا فندم؟ بكرة الدكتورة عندها اجتماع بنقابة الصيادلة. طيب بيخلي شغلك بعد بكرة فندم؟ هاي فرصة بدي أغيب بغياب الدكتورة. ليش يا فندم؟ في سر عاصم؟ في فضيحة يا باشا، بس بكير لك عليها. شو قلت ها؟ حاضر حاضر. عاصم افندي، امر. في كلمات من 5 حروف افندم. اول حروف ن ن ن ن ايفيت افندم، واخر حرف الله عليم. ها ايش ممكن بيكون كلمات؟ اي دخيلك يا نسيان اسمي من كم حرف، اعفيني ولا تنسى بكره رجاء. انا الله معك. احمق جاهل افندي. مين على التليفون خالو؟ نمرت غلط خالو. بس كأني سمعتك عم تحكي مع حدا. فلان حسين مات. نمرت غلط يعني نمرت غلط. أم غريب. نشأت يلا قوم قوم على العشاء. إيه في طبلة. أخي شو هات بإيدك؟ كلام متقاطع. يو يا دوبك نافذ بالعربي. دمك خفيف. حكمة. خلو كلمات مؤلف من 5 حروف حلويات افندي. اول حرف ن واخر حرف الله عليم. ها حلويات واول حرف نون. يا خلو نموره نموره ما بدها شيء. نموره مزبوط افندي، والله طالع مثل خالو زكي. الو ايفيت، مين افندي؟ حكمت حكمت، هذا حسن افندي. صرفوا خاله ما بدي احكي معه. صرفوا يا فندم. ماما هيك ما بيصير، لازم تحاكي وتقولي له رايك، منين رح يعرف هيك؟ ماما لا بدي احكي معه ولا يحكي معي ابدا، لا تخافي علي بيفهمك الطاير. الو بين الحسن حكمت، خلاص ما بريد احكي معك. يوخ يوخ افندم، فلا بريد بيشوفك. بلا خلاص يعني خلاص. ما غريب. مع السلامة افندم. كيف خالو كويس هيك؟ كويس ونص افندم. يلا على العشاء. هيدي خير اختي خير. اعطيتني الدواء غلط اخي. معك الرشيدة. تفضل. لا معك، لا تأخذيني. تفضلي اختي لا تاخذيني مره ثانيه. ابقى دير بالك شغلتك بدها انتباه مو هيك؟ والله الحق معك، يعني هي سهوه جل الذي لا يسهى ولا ينام. في فرق بالسعر شيء اخي؟ لا ما في فرق، الله معك. شبك عم عاصم؟ مالك على بعضك هالايام؟ لا لا ما في شيء، تعبان شوي. عمو ما انا بعرفك مثل ما انت بتعرفني، قلي شو مخبي؟ لا إن شاء الله غلطة ما بتكرر. مو قصة تتكرر يا عمو، بس أنا شايفتك شارد بهالأيام ومشاويرك بالنهار كتران كتير، ما
بقى فضفض احكي خليني ريحك. ريحيني إلي دكتورة من شان الله ريحيني. دوايا عندك الله يخليكي ريحيني. وين وين وين؟ لا عم شوفك ولا عم تردي على التليفونات، عم تعذبيني. معقولة هيك؟ أستاذ حسن بترجاك من الواضح تماما إنه ما في نصيب. ليش طيب؟ وقلبي شو بدي أعمل فيه؟ لازم يكون في سبب. أخي في أكثر من سبب، بس أنا هيك ما عاد بدي، ما عاد بدي. طيب ما عاد بدك ما عاد بدك، بس أعطيني سبب واحد. إن شاء الله حرام عليكي، والله بتعقد بعدين. سيدي بتعقد بلد. أنا بطلت في شي هاي. أنا عندي هذا السبب، بكفي لما لا. شو هذا عمو؟ عمي شو القصة؟ شبك يعني بعناك حصتنا ببلاش؟ شو فيها؟ بدك أحسن من هيك؟ بلاش؟ بلاش هاي فيها من 3 لـ7 سنين حبس. شو هالحكي؟ خلص عمو خلص ولا يهمك. بابا نحن بعدين بالسليم يعني بالسليم بإذن الله. شو بدك أنت بعدين؟ أنا في عندي رفيق يعني صديق أمري هو محامي على كيف كيفك بشيل الحبلة من على رقبة المشنوق. لك أنا بدي شيل رقبتك وأخرب بيتك. شو القصة عمو احكي لي؟ ايه ديما هلا شو بدنا نسوي؟ عمو عاصم واقع بورطة كبيرة كتير يا جماعة. مسكين يا عاصم والله ما له قد البهدلة. هلا انتوا يا طنط ليش محملين القصة كلها هالقد؟ انا بكرة بحكي مع عمر وهو بيحل القصة. يعني خطيبك شو بده يعمل يا ديما؟ شلون شو بده يعمل طنط؟ عمر يقبر قلبي له معارف كتير وكل العالم بتحبه وبدهم منه خدمة تحرز. يقبر قلبك بس المهم بيقدر يساعد عمو عاصم ولا لا؟ طبعا بيقدر يساعده. هذا حسن والله واحد خباص كبير هالفندم، لازم يدخل في حبيس. أنا ايه لكن قال لي عمر انه له دعاوي بده حلم الله. هلأ شو بدنا بدعاوي حسن؟ المهم هلأ نخلص عمو عاصم من بين ايديه. لك ما اذا ثبتت الدعاوي القديمة على حسن بتصير قضية عمو عاصم كتير سهلة. فيلن انت محامي امك زخانجي اما غريب. عمر يقبر قلبي يا خال ما في منه بتاع كله. قلك مبارح شو ساوى؟ ايش ساويت يقبر قلبي؟ هلا مو وقتها يا نشأت، بعدين بنعرف شو سوى الرجال. ديما ليش ما بتحكي معه لعمر؟ بركي بياخذ العم عاصم بروح معه على المحامي. ايه ليش لا هلا بحكي معه. الو ايه حبيبي كيفك؟ انا مشتاقت لك كثير. عشاء ليش قديش ساعه هلا؟ ايه عمر ايه شو بدي اقول لك حبيب قلبي؟ لك ركز معي شوي الله يخلي لي اياك. ايه انا دائما بعزبك بقصصي، بدي اياك مشان عمو عاصم. لك اللي بدي افهمه منين بتجيب هالحكي مع خطيبه؟ ليش مو هيك بتحكي لرفيق؟ الله يعينه رفيق شو بياكل، حكي مني قد راسه وعالطالعه والنازله. لك خلونا نسمع البنت شو عم تحكي. عيب ابلة هذا تنين على رئيس، ايش اسمع ما اسمع ما بيصير. هما غريب. لك هلا وقتها يتغازلوا وعاصم على نار. يلا باي حبيبي باي. انحلت، بكره الساعة 10 بيروح عمو عاصم لعند عمر يقبر قلبي على المكتب، بياخده من ايده وبيروح لعند احسن محامي بالبلد. عظيم، رح خبر عمو عاصم لك. دقيقة احكي من هون. دقيقة خبري. بيقولي ما يتأخر، ساعة 10 يعني 10 افندم. الو الو عمو عاصم. ليش قافلي على حالك؟ دقيقة خلقي وما جاي على بالي شوف حدا. شو؟ طمنوني. طمنا عمو عاصم. باركي للدكتورة نفدنا والحمد لله، القاضي اقتنع انه الشغلة نصب واحتيال، محسوبك براءة والسيد حسن بالسجن. يا عمو الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك. الله يا عمو بدي اتصل بماما وخلي نشأة تطمنن. ايه والله يا دمدم طلع من خطيبك شيء منيح. والله ليش لحتى ما يطلع معه شيء؟ اسمعي خبرك شو عمل بابن الجيران. لك لشو كل هالضحك؟ ضحكينا معي يا سيدي. كان عريس وصار بالقنينة. منو هاد؟ لك مين غيره يعني؟ هاد عريس حكمات عمى. هذا صاحب المشروع ومديره؟ ايه نعم، ما بس طلع امرجي وطلع محتال من الدرجة الاولى. محتال؟ ايه. والاحتيال لوين بيودي؟ عالسجن. طبعا عالسجن. طيب بدي اسألك، هو على مين احتال؟ على مين ما احتال؟ هلأ المهم واللي بهمنا انه احتال على عمو عاصم، باعه حصته بالمشروع وهي محجوز عليها من كذا واحد. على كل إن الله نجاها لحكمت هيك عريس. احتال رفيق
اوعى تكون عم تحتال علي. ها انا ماني مصدق كيف احتلت عليكي وخليتك تحبي واحد مجنون مثلي. حضرات سليم، نحن هون منشان احتفال في تنين افراح. برينجي افراح منشان استاذ عاصم افندي لانه زمط من اميري حبي سنه. اكينجي افراح منشان دكتوره حكمت لانه زمط من عريس حيلجي قمرجي. طبعا ما ينسى تشوك تشوك تشوكولار منشان خوش صديقات ديما وخطيبه شاطر عمر افندي. و السلام عليكم افندي. لنبعي تصفيقه لنبعي تصفيقه لنبعي تصفيقه. بعينك بحطة. شو؟ وين كنتي؟ كنت عم فش خلي. نايميني عندك؟ ايه بس ما بحكي لك حكاية، بحكي لك شلون فشيت خلي. ماشي الحال. بس مين بده يطفي الضوء؟ انتي طبعا. انا ما بقدر، بياكلني العو عو. Thank you.
دايرنا عورك اليوم في عنا صورة وهيك دايرنا عورك اليوم في عنا صورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة لحتى ربك يفرشها ونخلص من كل هالكورة تعالوا شوفوا الخطة من الشام